الأفارقة وشركاؤهم الاقتصاديون الدوليون يلتقون في عاصمة الجابون ليبرفيل لمناقشة سبل تحفيز التنمية وحصر فرصها في القارة السمراء في إطار الدورة الثانية لمنتدى نيويورك حول إفريقيا الذي ينظم من 14 إلى 16 من شهر يونيو حزيران تحت شعار كيف يمكن الانتقال من الممكن إلى الفعلي. أحد المشاركين يقول: ساد الحديث بين الناس لسنوات طويلة عن صعود إفريقيا واقتصر الكلام فقط على الصعود. الحقيقة هي أن الأفارقة الآن يقررون مصير مستقبلهم ونتيجة ذلك واضحة اليوم من خلال تهافت العالم على إفريقيا. المنتدى أشرف على تنظيمه الرئيس الجابوني علي بونغو أوديمبا ورجل الأعمال المغربي الأمريكي ريتشارد عطية. هنري كلود أوبيما من بنك بي جي اف اي يثمن إمكانيات الأفارقة ويقول: تتمتع إفريقيا بشعوب في مقتبل العمر وهو أمر في غاية الأهمية ولديها موارد معدنية هامة، لذا وبناء على ذلك فإن الصعود الاقتصادي لإفريقيا ليس خيارا، إنه ضرورة، لأن الشباب الإفريقي يجب أن يعيش في إفريقيا وبالتالي يجب أن يعمل على تنمية إفريقيا. المنتدى جمع مجموعة من رؤساء الدول الإفريقية على غرار رئيس كوت ديفوار الحسن وترا ونظيره النيجيري. مبعوث يورونيوز إلى ليبرفيل فرانسوا شينياك يقول: في الوقت الذي يسود فيه الغموض في أوروبا ويعاني اقتصادها من الركود، من المفارقات أن تجد المؤشرات الاقتصادية لونها الأخضر هنا في إفريقيا. الصعود الاقتصادي لإفريقيا لم يعد مجرد وهم بل أصبح حقيقة، وعدد الذين يحاولون ركوب موجة التفاؤل الإفريقي في تزايد. Libreville pour Euronews.